تفضلوا، اهلا وسهلا. يسلم. شكلك صاير رحالة ورا هالبنت جيمو. الوضع تقلان كتير، ما مو قد وضعك. وين عم تنام؟ بأوتيل تبا باتشي. شعري عم بهدل وخناق السكرانين لوش الصبح. طيب شو رح يصير؟ لأيمت بدك تضلك هيك هربان؟ لوقت ما الاقي اللي وقعوني بهالمشكلة، لوقت ما يصير فيني امشي بقرفة وراسي مرفوع وكرامتي معي. عم ينحك عن واحد اسمه عثمان. ممكن، وهون كمان في كم واحد بدي شوفهم وافهم. في ناس لعبوا علي لعبة وسخة جيمو. صحيح انا كنت بعيد عنكم وخبصت لحالي شوي، بس هذا شغل الابيض بيختلف كتير، مستحيل ساوي هيك شيء. عمو سلم حالك. انسى الموضوع. الشرطة ملاحقتك وفكرنا عندك، بالنا كتير مشغول عليك. مستحيل جيمو، مستحيل فوت على السجن مرة تانية. بعدين إذا فتت هلأ شغلة المخدرات بتثبت علي، إذا بقتل حالي بيكون أحسن. لا تقلب خلقتك بوشي، هي الله بعت لي إياك مشان انبسط شوي بشوفتك. ما بتعرف. بدنا نفتح خمارة. نفتحها. وبدنا نشرب ليوم الشرب. نشرب. أنت بتحكي لي عن حبك الضايع، وأنا من هون لوقتها بلاقي لي شي شغلة. دير بالك على ابنك وسلم على اللي بالبيت، إلا لماما زينو. ولا لا تقول شي، بس بدي إياها تسامحني. عمو خاطرك عمي، لا تقوم، عود عود. اتصل وطمنا عليك عمو. ايه لوين رايح؟ شو قال؟ اشرب الشاي، خلينا نقوم من هون. محمود يلا قوم على العشاء ابني. كأنك نصحتي؟ على الأغلب بلشت تيابي تضيق علي. بلش يطلع لك بطن صغير. يا لطيف شو جوعان. ست زينو جمو أغا. ألو. مساء الخير ماما زينو. كيفك ابني جيمو؟ التقيت بعمو حقي. كيف؟ وين؟ شافوا لحقي. هيك شفته بالصدفة، قعدنا وحكينا. كيف كان؟ هلأ منيح، بس قديه بضل منيح ما بعرف. طيب بده يسلم حاله؟ لا. ما قالك شي تاني؟ يعني ما حكى شي مهم. أنا هلأ برا عم اتصل من الأوتيل، نحكي بعدين. اتصلها لا تنسى. ليك زليخة هون خود. عمتي عمتي ماني فاضي. احكي. ألو مرحبا جيم. أهلين. كيفك؟ ماشي الحال. إيه ماما كيفك؟ كأنه في حدا جنبك؟ الصوت من الطاولة اللي جنبي. لحظة. هلأ مو فاضي، رح سكر بنحكي بعدين. ماما صوتك مو واضح، بعدين بنحكي ماشي؟ يلا باي. أنا آسف. مو مشكلة. فربني
وربعت ايام